بالباتم هون سيدي انطلق دخلوا إلى هذا المكان واللي هو المتحف اللي كان يحتوي على عشرات القطع الأثرية القديمة اللي عمرها 5000-6000 سنة البعض من أدهم تم تدمير القطع الكبيرة منها وسرقة الباقي اللي يسهل حملها وتهريبها خارج العراق قطعتين ثيران مجنحة من نمرود الثيران هي بجسم ثور وأجنحة طير ورأس بشري يضم كل واحد منها يضم 5 أقدام بجانبها كان أيضا أسد مهم جدا من نمرود وبنفس الحجم تقريبا وزن الواحدة منها ما يقل عن 4 طن هي كانت من أثمن القطع الموجودة عندنا بالمتحف عندك هنا